أيها الإخوة، حقا ما يميز المفكر معمر القذافي أنه لا يقدم فكره ترفا ولا متعة، ولا يقدمه لهواة الصالونات حيث يصبح الفكر الغازا يتسلى بها الفارغون الذين يقفون على رصيف الحياة. الآن مع كلمة منسق مكتب الاتصال باللجان الثورية، فليتفضل. بسم الله. الأخ أمين عام جمعية أنصار الكتاب الأخضر، الإخوة الأعضاء الذين يحضرون هذا المؤتمر الأول، الإخوة أعضاء هذه الجمعية ممن لم يتمكنوا من الحضور وهم معنا، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لمؤسس حركة اللجان الثورية للمفكر العالمي معمر القذافي بأسمى آيات التقدير والعرفان، وهو ينهض في ظروف ظن الواهمون أنهم قد أحكموا قبضتهم على الجماهير إلى الأبد، فرفع صوته قوياً مجلجلاً يؤذن ببداية عصر الجماهير ويقود ثورة عالمية، والثورة في عرفنا نحن أعضاء حركة اللجان الثورية الذين أنتم منها كذلك، هي منهج تفكير تقدمي ينفتح على الحرية والعلم والتقدم والإنسانية. من ثم اسمحوا لي أن أنقل تحياتي لرفاقكم أعضاء حركة اللجان الثورية الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز، ومعهم جمعية عالمية من المفكرين والباحثين والدارسين المخلصين لقضايا الجماهير، حيث نزداد كل يوم قوة وعزيمة وإصرارا. اسمحوا لي كذلك أن أحيي من خلالكم جماهير العالم التي تناضل كل يوم وهي تهتدي بفكر معمر القذافي الكتاب الأخضر، العشرات من الجمعيات التي تدافع عن الديمقراطية المباشرة وهي لم تقرأ الكتاب الأخضر بعد، وهكذا نؤكد أن الكتاب الأخضر خطه قلم معمر القذافي ولكنه بإلهام ووحي من الجماهير في كل مكان من العالم. من هنا نشعر بالثقة في أنفسنا، ونشعر بقدرة الجماهير التي نثق فيها أنها قادرة على أن تخرج من قيود الحاجة والفاقة التي فرضت عليها بفعل هذه القوى المتسلطة والشرائح الانتهازية التي كبلت الجماهير، فتحرير حاجات الجماهير هي الأساس لبداية مشروع الحرية، إذ في الحاجة تكمن الحرية. من هنا كذلك نؤكد أن حركة اللجان الثورية تؤمن بأن الحركة الإنسانية هي ليست تلك الحركة الآلية التي فرضت على الإنسان قوانين الآلة، وليست تلك الحركة أو المحاولة التي تجعل من الجماهير جهازاً يتحرك من بعد، وليست كذلك الحركة الحيوانية التي تجعل الجماهير تتحرك بدوافع الغريزة، إن حركة الجماهير هي حركة إنسانية
تتأسس على الوعي وتتأسس على الإرادة. من ثم فإن هذا الزخم الكبير من المفكرين والباحثين والمهتمين بقضايا الجماهير والمناضلين سيفتح أمام الجماهير الكثير من الدروب التي توصلها سريعاً إلى عصر الجماهير، من خلال نظرية جماهيرية في الاجتماع، من خلال نظرية جماهيرية في التاريخ، من خلال نظرية جماهيرية في الجماليات، من خلال نظرية جماهيرية في فلسفة النظرية العالمية الثالثة التي وضع أسسها وقعد لها معمر القذافي. إننا ننتظر منكم في حركة اللجان الثورية التي أنتم وقودها الفكري أن نؤسس لبداية علم جديد، كما أشار أخونا الأمين عام الجمعية، لبداية عصر جديد وعلم جديد هو علم الجماهير، وثورة جديدة هي ثورة الجماهير. وضع الكتاب الأخضر أسسها وخطها عملياً خطاب القائد في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كل التقدير والمحبة لهذا التنادي العفوي، ولأول مرة في التاريخ أن تنشأ مؤسسة فكرية يتنادى فيها الناس من كل مكان من العالم، فوق القارات وفوق الألوان وفوق الأجناس وفوق العقائد، لأن الإنسان هو التاريخ، ولأن الأنبياء إنما بعثوا من أجل الإنسان. وهكذا ننتصر للإنسان بفكر معمر القذافي، ونعيد التاريخ من جديد، تاريخ البشرية، وإلى الأمام والكفاح الثوري المستمر.